أنا اليوم كتير متحمس. ليش؟ لأنه اليوم راح أشوف البلوجر أدهم عياش بعد سنة من إجراء العملية له، عملنا له قص معدة حوالي من سنة للآن ما شفته. نحن منتابع مع بعض وشفت إنه نحف كتير بس لسه ما شفته، وهلأ كمان دقيقتين راح نشوفه إن شاء الله. أهلاً أهلاً أهلاً، شوفوا مين هون. إيش هاد شوفوا مين هون، نورت. قديش اللي مش شايفك؟ تقريباً صار لي سنة كاملة. سنة؟ واو، ما شاء الله ما شاء الله. طبعاً يا دكتور، طبعاً هذا كله بفضل الله، ثم فضلك. الحمد لله، يعني مبسوط جداً أنا من النتيجة اللي أنا فيها الآن حالياً. ما شاء الله ما شاء الله. شكراً دكتور. ما شاء الله، يعني كل حتى الناس اللي عملوا من طرفي كلياتهم مبسوطين. ما شاء الله، مبسوطين جدا الحمد لله. النتيجة اللي هم كمان وصلوا لها، انا ما عمري توقعت اوصل 1032 يا اه. قبل كنت 1042 43، الان صرت 1032. ما شاء الله، مبين. شكرا دكتور. يعني انا شفت على الصور بس الواقع هلا الان روعه. في شغله ثانيه دكتور، في ناس كثير بفكروا قص المعده بس بنزل الوزن، في شغلات ثانيه الواحد ممكن، يعني مثلا شغله النوم، شغله اكيد الحركه، فانا اكيد خلصت من كل هاي الامور. نيو ادهم، ما شاء الله عليك، منور. انا كثير مبسوط لنا سنه مش شايفين بعض، وهلا بعد سنه بتعرف. خلينا نرجع نعيد الذكريات، لازم نطلع على اشوف الغرفه اللي كنت فيها العمليات وانا هيك ضعيف بالضبط. يلا خلينا نروح. يلا ادهم، بعد سنه كيف حسيت حالك؟ هل عندك اعراض؟ هل عندك غثيان؟ هل عندك استفراغ؟ كيف حسيت؟ ولك يعني ما شاء الله، يعني بتعرف شغله دكتور، كل الاشخاص اللي شافوني بيقول لي انت مستحيل عامل قسم معده. مستحيل ابدا، هذه بتكفي الكلام. فهمت علي؟ ولا. اللي بيشوفني يعني زي اول ما دخلت يعني مكان في فندق، بيعرفوني انا دائما باجي عندهم. بيقول لي انت ادهم اللي قلت لهم والله ادهم. طبعا عندنا صوره لك دكتور، مخبينها الصوره القديمه، كيف كان الوزن والوزن الان. روعة ما شاء الله ما شاء الله دكتور، يعني مش عارف شو بدي احكي لك، لكن يلا الله يسعدك. انت غيرتني من الى يعني 360 درجه. انت كنت مريض جيد وبالتالي نتيجه جيده. طبعا قبل الحمد لله. انا يعني وصلت يعني الوضع اللي انا وصلت الان، طبعا لاني انا سمعت كلامك وسمعت كلام الاخصائي التغذيه. كانت تحكي لي ادهم اليوم بدك تاكل كذا، بدك تعمل كذا، بالضبط. فأنا التزمت فيها. بالضبط. في بعض الناس إذا ما بلتزموا فيها فأكيد رح يشوفوا أشياء كثير، أكيد رح يتعبوا منها. تعرف أدهم، هي العملية هي أداة هي بتساعدك لتوصل للوزن اللي بدك إياه، بس بدها جهد بسيط من المريض. أوكي، وأنت هذا الجهد عملته. خلينا نطلع فوق نشوف الأمور. أنا مستعجلين. أنا كنت وقتها مش تتذكر أنت أدهم أول ليلة كنت تدبك، تتذكر؟ خليه يفرجيهم الفيديو. يلا خلينا نشوف نطلع. إذا نحن هلا بالطابق العاشر، هذا السويت. أنا متحمس أشوف السويت. أيوة، أنا الناس اللي عندي اللي أصحابي اللي إجوا انبسطوا كثير. أكيد أكيد. أنت قاعد في الفندق ولا قاعد؟ إذا أوكي، تفضل. كيف الذكريات؟ هون أنت. اوكي، هاي كانت الضيوف، تتذكر كانوا الشباب قاعدين و الموضوع الفيو بجنن. هلا خلينا نرجع. لا نشوف غرفه المريض اللي كنت نايم فيها. هاي كانت غرفه المرافق. اوكي، وهديك الغرفه اللي كنت فيها. اوكي، هاي تتذكرها؟ اكيد الان. الذكريات السابقه. بالضبط، اذا انت هون كنت تحضر التلفزيون لما صورت بالليل. هاي الفيو، شوف الفيو ما احلاه. الله يكون عمان عندك. كنت انزل هيك خلص. يعني شيء بيفتح النفس. انا لما كنت في مستشفى فرح ما بقول انا كنت بفندق ولا كنت يعني ما شاء الله ما شاء الله. ندللك طبعا.